ووقفة أخيرة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية. مصطفى ميزار نتحول إليه، تفضل. من جديد شكرا نهى وشكرا دينا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطتنا الثالثة والأخيرة، نستعرض فيها مع حضراتكم أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس خريفي معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي مشاهدين الكرام بيانه بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها من محافظة القاهرة، وفيها درجة الحرارة العظمى تشير إلى أنها 24 درجة والصغرى 16، يكون الجو فيها معتدل. في محافظة الإسكندرية درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16، يكون الجو فيها أيضا معتدل. في مطروح 24-15 يكون الجو معتدل. في بورسعيد 23-15 يكون الجو معتدل. في الإسماعيلية 25-16 يكون الجو فيها معتدل. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 25 درجة والصغرى 17، يكون الجو فيها معتدل. في محافظة العريش 23-15 معتدل. في طابة 23-19 معتدل. في شرم الشيخ 28-20 يكون مائل الحرارة. في الغردقة 27-19 يكون الجو معتدل. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 27 درجة والصغرى 14، يكون الجو فيها معتدل. عن محافظة أسوان فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 28 درجة والصغرى 15، يكون الجو فيها مائل للحرارة. في الوادي الجديد 25-12 معتدل. في شلاتين 27-22 يكون الجو معتدل. وأخيرا في حلايب 25-22 يكون الجو فيها معتدل. الآن مشاهدين الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.